وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما؟ تخبرك أن الغيب علمه لله، وأن كل قليل وكثير يحدث في كون الله بإرادة الله، وما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها. يكفيك أن تعلم أنه الله، يكفيك أن توقن أنك عبد لله، ثم تكل الأمر إليه موقنا في قدرته. قلت حينما تسأل امرأة ألسنا على الحق، فنقول بلى، فتقول فلما لم ينصرنا ربنا. قلت غاب فقه الابتلاء وضاع أدب الصبر، وتركنا المنهج الصحيح